أهلا بكم، وهذه التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، نشرة جديدة من القاهرة الإخبارية، والبداية دائما مع أبرز العناوين. مصدر رفيع المستوى يؤكد أن احترام مصر لمعاهداتها الدولية لا يمنعها من الحفاظ على أمنها القومي وحقوق الشعب الفلسطيني. بلينكين يؤكد أن إدارة بايدن لا تزال قلقة للغاية إزاء عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح الفلسطينية. الصحة العالمية تدعو الاحتلال الإسرائيلي لرفع القيود على إدخال المساعدات الطبية لقطاع غزة. بداية هذه النشرة من التطورات في قطاع غزة. لو بمبتع حماس تجاوز 5000 صاروخ. These are unconscionable actions. التدفق الكامل والآمن للمساعدات الإنسانية لأهل غزة. كلهم ولاد صغار وبنات صغار. حماس. Gaza is becoming a graveyard. Free Palestine! Governments are bound by. وقف إطلاق النار بغزة. Abstention. And nothing justifies the collective punishment of the Palestinian people. أكد مصدر مصري رفيع المستوى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتعمد نشر أخبار غير صحيحة لصرف الأنظار عن حالة التخبط والتي تعاني منها داخليا. كما أشار المصدر رفيع المستوى إلى أن الموقف المصري ثابت تجاه العدوان الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى، ويضع الأمن القومي المصري وحقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولويته. وأكد المصدر أن احترام مصر لالتزاماتها ومعاهداتها الدولية لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة للحفاظ على أمنها القومي وعلى الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني. ونفى كذلك صحة ما يتم تداوله بوسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن وجود أي نوع من التنسيق المشترك مع إسرائيل بشأن عملياتها العسكرية في رفح الفلسطينية. كما أضاف المصدر رفيع المستوى أن مصر حذرت إسرائيل من تداعيات التصعيد في قطاع غزة ورفضت أي تنسيق معها بشأن معبر رفح الفلسطيني. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم لليوم 15 على التوالي وسط تحذيرات من كارثة إنسانية. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال منعت خلال فترة إغلاق المعبرين إدخال أكثر من 3000 شاحنة مساعدات للقطاع، بالإضافة إلى عرقلة سفر نحو 700 مريض وجريح للعلاج من خارج القطاع المحاصر. وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن توزيع الطعام في مدينة رفح الفلسطينية معلق حاليا نتيجة النقص الحاد في الإمدادات الإنسانية والإغاثية. وكشفت وكالة الأونروا في بيان لها أن 7 مراكز صحية فقط تعمل من بين 24 تابعين لها في قطاع غزة، موضحة أنها لم تتلق أي إمدادات طبية خلال الأيام العشر الماضية بسبب إغلاق الاحتلال لمعبري رفح من جانبه الفلسطيني وكرم أبو سالم. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تزال قلقة للغاية إزاء تنفيذ إسرائيل لعملية عسكرية كبيرة في رفح الفلسطينية. وأكد بلينكين أن واشنطن طالبت باستمرار فتح معبري رفح من الجانب الفلسطيني وكرم أبو سالم لدخول المساعدات إلى غزة. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا تزال قائمة.
أظهرت صور الأقمار الصناعية حجم النزوح والذي وقع في مدينة رفح الفلسطينية بعد التوغل الإسرائيلي في المنطقة، كما أظهرت الصور فراغا كبيرا في مخيمات النازحين الذين أجبرهم الاحتلال على ترك ملاذهم في رفح الفلسطينية نحو مناطق أخرى لا تتمتع بالأمان. الآن معنا من القاهرة أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ أشرف أهلا بك على شاشة القاهرة. سياق هذه التحذيرات التي صدرت من القاهرة قبل قليل وهذا النفي ربما الذي ليس جديدا أستاذ أشرف حول احترام المعاهدات وفي نفس الوقت احترام الأمن القومي المصري وأمان الشعب الفلسطيني. مساء الخير لحضرتك والسادة المشاهدين القاهرة الإسرائيلية. بكل تأكيد ما تزوعه وتسربه وتروجه إسرائيل وجزء من سياسة الأداء الإعلامية الإسرائيلية والدبلوماسية الإسرائيلية. نعم. كده على مدار الساعة منذ 8 أكتوبر الماضي وحتى الآن ضد المواقف المصرية الصلبة والصلدة التي تحدث المواقف الإسرائيلية بكثير من المواقف القوية الصلبة. بكشف كثير من الزيف والادعاءات والاراجيف الاسرائيليه منذ اللحظه الاولى، وقفت مصر ندا لهذه الممارسات الاسرائيليه بكثير من المواقف والسياسات المصريه التي اتخذت في الحال على مدار اكثر من 7 أشهر حتى الان، وبالتالي ما تتحدث عنه اسرائيل في الساعات الماضيه يجافي الحقيقه بشكل كامل، لان الرسائل التحذيريه التي اعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمه العربيه منذ عده ايام في المنامه كانت واضحه، واعتقد كانت هذه الرسائل الأقوى والأكثر رصانة وأيضا أهداف وأيضا كثير من الحضور في هذا المشهد في تلك القمة وحتى على المستوى الإقليمي والدولي طيلة الأشهر الماضية، وبالتالي هناك مواقف مصرية تلعب دورا كبيرا في رضع كثير من المواقف والانتهاكات الإسرائيلية عبر الاستمرار في نشر هذه الأكاذيب على مدار الساعة. الجانب المصري واضح منذ اللحظة الأولى من 8 أكتوبر برفض هذا العدوان، وأبدى كثير من السياسات والتحديات بوجه كثير من المراوغات الإسرائيلية التي كانت تهدف إلى أن يكون هناك عملية تصفير القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني وفرض سياسات تسعى لتوفير استحقاقات التدمير والخراب في المنطقة، وسدت لها مصر بكثير من القوة والفعالية على مدار الساعة حتى في الأيام على مدار 2 أسبوع الماضيين عندما قامت إسرائيل العملية الإسرائيلية العسكرية في منطقة رفح كان الصوت الأكثر حضورا والتحذيرات الأكثر تأثيرا، وهذا الموقف الصلب هو كان الموقف المصري الذي حذر إسرائيل بكثير من القوة والنجاعة أن هذا الأمر مرفوض تماما ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك حديث أو حوار مع الجانب الإسرائيلي أو تنسيق، حتى أن القاهرة رأت أن لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستمرار في إرسال هذه الشاحنات التي تعرض أسطولها لعمليات القصف والقتل من الجانب الفلسطيني بسبب الاحتلال العسكري الإسرائيلي في معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وأنذرت إسرائيل وأبلغت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وحتى الشريك الأمريكي أن تلك السياسات لم تخلق التزاما ولا تنشئ أوضاعا، بل بالعكس ستؤدي لأن يكون هناك بالفعل استمرار لوتيرة العنف والقتل ووقوع مذبحة بشرية في منطقة رفح على غرار ما حدث في مناطق الشمال والوسط طيلة 6 أشهر أو 7 أشهر الماضية. بكل تأكيد هذا الموقف المصري في الرد على هذه الأكاذيب الإسرائيلية هو يعري ويفتح تلك الممارسات الإسرائيلية أمام المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي، خاصة إسرائيل الآن تعيش في عزلة دولية وأصبحت مكشوفة حتى صحيح هذا ربما هذه النقطة تحديدا أستاذ أشرف تدعو فعلا للتوقف والتساؤل إلى أي مدى هذه الحكومة الإسرائيلية وبنيامين نتنياهو تحديدا المأزوم داخليا والملاحق خارجيا تروج هذه الحكومة لهكذا ربما أخبار أو تصريحات على هذه الشاكلة من آن لآخر للتغطية. إسرائيل ونتنياهو تحديدا في الأيام الماضية وفي قادم الأيام أصابوا كثير من خيبة الأمل وكثير ويعيش أيامه الأخيرة في ظل الحكم داخل إسرائيل. المجتمع الدولي حتى الصديق الأمريكي له سعى لأن يكون هناك بالفعل توجيه إنذارات ورسائل غاضبة حتى على لسان جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الذي خرج من تل أبيب بالأمس خلال اجتماعاته ساعات طويلة مع نتنياهو غاضبا، وأكد أن إسرائيل تقف حجر عصر أمام أي نوع من التسوية في قطاع غزة أو حتى فيما يتعلق بالتسوية في الشرق الأوسط، وبالتالي إسرائيل لم يعد لديها لا صديق ولا حليف، أصبح لديها شبكة من الأعداء في العالم، حتى أصدقاء القدامى في الاتحاد الأوروبي سعوا لرفع اليد والغطاء عن تلك الممارسات الإسرائيلية باعتبار أن نتنياهو بالفعل جر إسرائيل الخراب وجر المنطقة إلى حالة من التأزيم والحرب التي يخشى أن تكون حرب موسعة في قادم الأيام بفعل سياسات التنكيل الإسرائيلي في قطاع غزة وفتح جبهات مع كثير من بعض القوى في الإقليم، وبالتالي عندما يكون هناك نشر هذه الأكاذيب والتصدي المصري لها هي استمرار لعملية كشف الزيف وفتح الممارسات الإسرائيلية
على المستوى الإعلامي والدبلوماسي الإسرائيلي الذي خانته كثير من الحقوق والتوفيقات، لأن الموقف المصري معلن في القاهرة على لسان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وحتى وزير الخارجية المصري في خلال زيارته اليونان بالأمس قال أن الاحتلال الإسرائيلي يمثل أكبر جريمة في العصر الحديث بما تفعله إسرائيل في رفح وفي قطاع غزة، ويجب أن يوقف التاريخ أمام تلك الممارسات ويحاكم هؤلاء الذين يجرون المنطقة إلى حالة من التخريب والانسداد الكامل على كافة المسارات. وبالتالي مثل هذه الممارسات وهذه الادعاءات المجتمع الدولي يقف لها بالمرصاد ويعلم تماما حجم الجهد والتضحيات والنجاحات التي قامت بها مصر على مدار 7 أشهر من استمرار فتح المعبر، وأيضا الضغوط التي مورست على الجانب المصري لكنه رفضها في الحال حتى يكون هناك دخول للشاحنات والقوافل الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، وارتهن الموقف المصري دخول هذه المساعدات بخروج الأجانب بدخول هذه المساعدات واستمرار مصر في توفير كافة السبل على مستوى فتح المعبر، القصف أو الإسقاط الجوي، المستشفيات الميدانية، أيضا نقل الجرحى الفلسطينيين وعلاجه في المستشفيات المصرية، تقديم قوافل الإغاثة الطويلة في معبر رفح على مدار 24 ساعة كانت كاشفة وخادعة للجانب الإسرائيلي بأنه ما تسبب في كثير من المعاناة للشعب الفلسطيني. الموقف المصري طيلة الوقت كان موقف يتسم بالاستقلالية، بالنجاح، بالشفافية في التعاطي أمام المجتمع الدولي وأمام التلفاز التي من كافة وسائل الإعلام على مستوى الدولة حضرت وشهدت وما زالت موجودة في منطقة رفح. حتى الأمين العام للأمم المتحدة زار المعبر مرتين، حتى وزراء الخارجية ورؤساء الحكومات في الدول الغربية أشادوا وحضروا وقفوا على معبر رفح من الجانب المصري وأشهروا بتلك الجهد المصري. مصر ليست في حاجة أو في شهادة من نتنياهو أو آلة الحرب العسكرية الإعلامية الكاذبة في إسرائيل، لأن مواقفها تتسم بالشفافية والصمود والقوة من أجل الحفاظ على مصالحها وأمنها القومي من ناحية، واستمرار الدعم المصري على مدار 75 عاما لإنقاذ مساعدة الشعب الفلسطيني وإبقاء القضية الفلسطينية حية، وتوجيه كثير من المواقف الصلدة باتجاه قلب إسرائيل من قبل الجانب المصري حتى يكون ردع لتلك الممارسات والأكاذيب الإسرائيلية على مدار الساعة، وأعتقد القارة الماضية في مواقفها الصلبة في هذا الاتجاه. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام ضيفنا من القاهرة. استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلا في حي الدرج وسط مدينة غزة. وفي شرقي المدينة قصف الاحتلال أحد المنازل في حي التفاح ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين. يأتي ذلك فيما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 35,647 شهيدا وإصابة 79,852 آخرين منذ أكتوبر الماضي. وأفادت مصادر طبية بأن الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية أسفرت عن استشهاد 85 شخصا وإصابة 200 آخرين. كشفت التظاهرات الإسرائيلية والتي خرجت في القدس وتل أبيب إكاذيب الاحتلال بشأن احترام الحقوق والحريات داخل إسرائيل. لقد مارست قوات الاحتلال على مدار الأشهر الماضية عمليات قمع واعتقال ضد متظاهرين إسرائيليين يطالبون حكومة نتنياهو بسرعة التوصل لإجراء صفقة من أجل الإفراج عن ذويهم المحتجزين في غزة. في عالم أصبح ملؤه المفارقات والتناقضات، كشف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكاذيب الاحتلال التي لطالما روج لها قادته على مدار عقود من الزمان. ديمقراطية إسرائيل واحترامها للحقوق والحريات، لكن مشاهد تعامل تل أبيب مع المتظاهرين في القدس وتل أبيب سواء أكانت اعتراضاً على ما عرف بقانونية المعقولية أو تظاهرات أهالي المحتجزين في غزة كلاهما كان كاشفاً لهذه الأكاذيب. عمليات قمع واعتقال مارستها حكومة الحرب الإسرائيلية ضد متظاهرين إسرائيليين على مدار الأشهر الماضية بعد خروج عشرات الآلاف منهم في القدس وتل أبيب في تظاهرات تطالب نتنياهو وحكومته بسرعة التوصل لإجراء صفقة من أجل الإفراج عن ذويهم المحتجزين في قطاع غزة، وهو دليل واضح على كذب الرواية الإسرائيلية باحترامها حقوق مواطنيها وآراءهم.
القمع الذي تمارسه سلطة الاحتلال تجاه متظاهريها الذين طالبوا بعودة ذويهم دليل جديد كشف كذب الرواية الإسرائيلية التي طالما تتغنى بأنها تحترم حقوق شعبها وتحافظ على أمنه، إلا أن واقع الأمر كشف الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال الذي كانت غزة شاهدة عليه. عدوان غزة كان كاشفاً وظهرت نوايا حكومة الحرب جهاراً نهاراً، ليس تجاه الفلسطينيين فقط بل تجاه مواطنيها، وكان مشهداً حرك الخارج سواء على مستوى دوائره السياسية أو حتى الشارع، حتى وإن كانوا من أقرب الداعمين. نددت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية بإيقاف إسرائيل خدماتها للبث المباشر للحرب في قطاع غزة، مستندة في ذلك إلى قانون يحظر تزويد قناة الجزيرة القطرية بالصور. وأشارت وكالة أسوشيتد بريس إلى أن السلطات الإسرائيلية صادرت معدات وكاميرات خاصة بعمليات البث المباشر، كما نددت الوكالة بالاستخدام التعسفي من جانب سلطات الاحتلال لقانون البث التدفقي الأجنبي الجديد. من جانبه وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد مصادرة معدات وكالة إي بي في قطاع غزة بالعمل الجنوني. دعا البيت الأبيض إسرائيل للتراجع عن قرار مصادرة معدات البث المباشر الخاصة بوكالة أسوشيتد بريس في قطاع غزة، وأكد البيت الأبيض تمسك واشنطن بموقفها بشأن ضرورة أن يكون للصحفيين القدرة والحرية في أداء عملهم. من ناحية أخرى، نقلت مصادر عن صحفية عن المتحدثة باسم البيت الأبيض رفضها إدانة إسرائيل على مصادرة معدات البث المباشر الخاصة بالوكالة في قطاع غزة. قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن قيام إسرائيل بوقف تغطية وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية المباشرة لغزة هو أمر صادم. وأوضح المتحدث في تصريحات له إنه ينبغي أن يكون الصحفيون قادرون على أداء عملهم بحرية دون مضايقات. فيما كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر يجتمع غدا الأربعاء لمناقشة منح جديد لاستئناف المفاوضات لإنجاز صفقة تبادل المحتجزين والأسرى الفلسطينيين. وأوضحت الهيئة نقلا عن مصادر أن الاجتماع يأتي بطلب من جانس وجالانت وأيزنكوت. من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تصاي هانجبي أنه لن يتم وقف الحرب على قطاع غزة حتى لو اضطر قادة إسرائيل والصادر بحقهم أوامر توقيف لعدم السفر للخارج. وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن النرويج هي أول دولة أوروبية تهدد باعتقال نتنياهو وجالانت إذا أمرت المحكمة الجنائية الدولية بذلك. الآن معنا من النصر دكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية. دكتور سهيل، أهلا بك على شاشة القاهرة. كيف رأيت كل هذه التفاعلات الخاصة بتعليق البث المباشر لوكالة أسوشيتد بريس في إسرائيل وتغطية الحرب على غزة؟ تحياتي لك بداية ولجميع المشاهدات والمشاهدين. هذه الخطوة هي خطوة متقدمة بخطوات إسرائيلية سابقة، بدأت محاربة الصحافة الفلسطينية، بعد ذلك الصحافة العربية، وبعد ذلك الصحافة العالمية. وباعتقادي أن الخطوة القادمة أيضا ستكون محاربة الصحافة الإسرائيلية نفسها اليهودية التي تقوم بتقديم الآراء المختلفة عن آراء نتنياهو ومن يحيطه. هذا يدل على يعني الخطوات المتقدمة بالإذعان بالمعركة على السردية الإسرائيلية الرسمية، ويعني خوفا من أن تتفاقم هذه السردية التي تآكلت كثيرا خلال الأشهر الثمانية الأخيرة ولا تريدها أن تنهار نهائيا.
ولكن طيب يعني دكتور سهيل، هل حضرتك بترى أن هذا السلوك يهدف للتعمية على ما يحدث في غزة، أم أنه ربما لتآكل السردية الإسرائيلية على مدار الأشهر الماضية وتآكل ربما آلة الهسبرة الإسرائيلية، فتريد إسرائيل توثيق ما تقوله هي فقط؟ أيهما أقرب للواقع والمنطق؟ إسرائيل تريد أمرين. من ناحية تريد أن تواصل كل برنامجها في تصفية القضية الفلسطينية وارتكاب المزيد من المجازر والإبادة الجماعية، ولكن أمام كل ما يجري في العالم بتآكل السردية الإسرائيلية بما في ذلك المحكمة الدولية ومحكمة الجنايات، هي تحاول أن تقلل من الأضرار عن طريق خطوات إدارية شبه فاشية تستعملها ضد كل شيء من الممكن أن يؤثر على برنامجها النهائي. هذه هي المعضلة وهذه هي الورطة التي وقعت بها إسرائيل الرسمية المتمثلة بنتنياهو. هي تريد ترى أن هناك مناسبة تاريخية لتصفية القضية الفلسطينية حتى ولو بالتطهير العرق والإبادة الجماعية، ولكن لا، هي لا تريد أن تكون ذلك بأضرار كبيرة عالميا وقانونيا على المستوى العالمي أمام ما جرى من تآكل من سرديتها خلال 8 أشهر الأخيرة. طيب أيضا فيما يتعلق بهذه التصريحات التي خرج بها جاك سوليفان دكتور سهيل، وحديثه عن أنه بعد لقاء نتنياهو خرج خائب الأمل وأن إسرائيل لا تملك استراتيجية لإنهاء الحرب، هل الولايات المتحدة تملك مفاتيح إنهاء هذه الحرب؟ أولاً هي تملك مفاتيح، ولكن هي لا تستعملها، وعلى ما يظهر أنها لا تريد أن تستعملها. هذا الاستياء الذي أبداه سوليفان من يعني تصرفات إسرائيل الرسمية هو ليس نابعاً من أن الولايات المتحدة يعني تحولت مدافعة عن الحق الفلسطيني أو عن الحقوق الوطنية الإنسانية وما إلى ذلك، وإنما هي مستاءة من إسرائيل لثلاث أسباب. السبب الأول، هي مستاءة من إسرائيل ومنزعجة من إسرائيل لأن إسرائيل لم تستطع أن تنجح بالمهمة بعد استمهالها من الولايات المتحدة مرات عديدة. هي سقطت بالامتحان كما يقولون بالمفاهيم الوظيفية لمصلحة الولايات المتحدة، كان ذلك ب 7 أكتوبر أول مرة، وبعد ذلك عدة مرات، وحتى الآن هي لا تستطيع أن تنجز ما تم الاتفاق عليه مع الولايات المتحدة منذ اليوم الأول. الاستياء الثاني للولايات المتحدة من إسرائيل الرسمية أن نتنياهو يناور ويتلاعب من أجل إسقاط بايدن وإحضار ترامب، وهذا الأمر يعني يشكل توترا كبيرا بين النظامين، النظام بايدن الأمريكي ونظام نتنياهو الإسرائيلي. وهذا الأمر يظهر جليا يوما بعد يوم، ونتنياهو يربح نقاطا متتالية بهذا الموضوع، وهذا يسبب استياء للولايات المتحدة. الأمر الثالث والمهم لهذا الاستياء، أن إسرائيل أصبحت تعيق مصالح الولايات المتحدة، أتحدث عن إسرائيل الرسمية، تعيق مصالح الولايات المتحدة في رؤيتها للشرق الأوسط الجديد. طيب دكتور سهيل، أيضا هذا الخبر الذي أوردناه قبل قليل من هيئة البث الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر يجتمع غدا لبحث مسار لإنجاز صفقة تبادل جديدة، هل الظروف ناضجة بما يكفي لإتمام هكذا مسار، خاصة أن هذه الجلسة تأتي ربما بضغوط داخلية إسرائيلية من معسكر جانس وجالانت وأيزنكوت؟ نرى أن هناك ارتباطا عضويا وواضحا ما بين نجاح أو إخفاقات العمليات العسكرية مقابل تقديم صفقة تبادل أسرى وتهدئة، فلهذا هذان الملفان مرتبطان ارتباطا عضويا. كلما تورطت إسرائيل أكثر وأكثر في الوحل الغزي كما يقولون، إضافة إلى عوامل عالمية وإضافية أخرى كلها يعني تؤثر، ولكن الأمر الأساسي الذي يؤثر هو الواقع الميدان. كلما واقع الميدان يكبد إسرائيل خسائر كبيرة دون إحراز إنجازات استراتيجية، فإن إمكانية العودة إلى صفقة تبادل الأسرى
ترتفع أوراقها رويدا رويدا. باعتقادي أن هذا هو السبب الأساسي وليس إرضاء لأي طرف وليس تنازلا لأي إمكانية، ولكن الخلاف على هذا الموضوع خلاف كبير وعميق ومن الصعب جسره في الأوساط الإسرائيلية الداخلية. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية ضيفنا من الناصرة، شكرا جزيلا. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص مصر على وقف نزيف الدماء في قطاع غزة والإسهام الإيجابي المتواصل في دفع جهود تسوية الأزمات بالمنطقة. وخلال لقائه مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية والذي يضم نخبة من الشخصيات المصرية والدولية البارزة، شدد الرئيس السيسي على أن ترسيخ ثقافة السلام يعد عنصرا أساسيا لمستقبل أكثر استقرارا وأمنا للإقليم والعالم. دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم دعا إسرائيل إلى رفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات إلى غزة، مشيرا إلى أن الطريق الرئيسي لنقل المساعدات الطبية الطارئة من مصر إلى القطاع أغلق. وقال إدهانوم إن ذلك أثر على 6 مستشفيات و9 مراكز صحية أولية وتسبب في فقدان 70 مركز إيواء لمرافقها الطبية. وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة أن مستشفى العودة في شمالية قطاع غزة ما زال تحت الحصار منذ يوم الأحد الماضي، حيث يحاصر 148 من موظفي المستشفى و22 مريضا ومرافقيهم بداخله. فيما قالت المسؤولة البارزة في جهود الإغاثة بالأمم المتحدة إدم وسورنو أنه لا يوجد ما يكفي من الإمدادات والوقود لتوفير أي مستوى معقول من الدعم لسكان غزة، وأضافت أنه لم تعد هناك كلمات لوصف ما يحدث في القطاع. كما أكدت المسؤولة الأممية أن إغلاق معبر رفح أوقف تسليم ما لا يقل عن 82 ألف طن من الإمدادات الإنسانية للقطاع. أكدت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز أن القصف المستمر على قطاع غزة أدى لكارثة إنسانية غير مسبوقة. قالت ألبانيز في تصريحات للقاهرة أن تصرف المجتمع الدولي إزاء إسرائيل غير مسؤول، خاصة في ظل عدم التزامها بالقرارات الدولية والتي دعت لوقف إطلاق النار. إن القصف المتواصل ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية والكثير من اللوازم الأساسية على مدار أكثر من 7 أشهر يؤدي إلى كارثة بالطبع، يتسبب كذلك في قتل آلاف المواطنين وضرب وهدم الآلاف من المنازل، وهناك أوضاع إنسانية كارثية بسبب نقص الغذاء والدواء والمياه، بسبب الاستهداف المتكامل والمستمر لكافة المخازن الخاصة بالإغاثة والمخازن خاصة بتخزين الغذاء والدواء والماء، هذا يؤدي إلى كارثة بالطبع. وقد ذكرت أن هذا الأمر كارثة سياسية أيضا، لأنه ليس فقط أن الأعمال الإنسانية تتوقف بسبب القصف المستمر، ولكن أيضا على المستوى السياسي ربما يكون ذلك يمكن كان تجنبه منذ البداية إذا ما أقر مجلس الأمن منذ البداية على وقف هذه العدائيات والحفاظ على الأمن والسلم المنطقة، وأن يؤكد على أهمية عدم استخدام القوة الغشية. فيما تفاقمت المأساة الإنسانية في قطاع غزة مع النقص الحاد في الغذاء والوقود، الأمر الذي يهدد حياة الآلاف من الأطفال، وتسعى الجمعيات الخيرية بما يتوفر لديها من إمكانات ومؤن محدودة للتخفيف من معاناة الأهالي. المواصي هي نموذج لما يجري في مختلف أنحاء القطاع. نقص حاد في الغذاء والمياه وجميع مقومات الحياة في قطاع غزة نتيجة الحرب المستعرة التي تشنها إسرائيل على كامل القطاع. ووسط هذه الظروف القاسية اصطف عشرات الرجال والنساء والأطفال أمام جمعية خيرية في منطقة المواصي جنوب مدينة خان يونس للحصول على نذر يسير من الطعام تسد بها رمقها وتطفئ بها لهيب الجوع الذي يكوي أكباد أطفالها. الجمعية الخيرية وهي تقوم بهذا العمل الإغاثي والإنساني
تؤكد أن الحصار والعدوان الإسرائيلي الذي يقترب من إكمال شهره الثامن جعل حاجة الناس إلى الغذاء ملحة للغاية. الجمعية جادت بما توافر لديها من غذاء، إلا أن كمية الطعام التي يحصل عليها كل فرد من المصطفين في هذه الطوابير المضنية يتوجب أن تكفي 20 فرداً، وهو ما أصاب كثيراً من المواطنين بالإحباط واليأس وهم يشاهدون أطفالهم يتضورون جوعاً. أزمة موجودة منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلا أنها تفاقمت منذ 6 من الشهر الجاري عندما بدأت القوات الإسرائيلية عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي القطاع، واستولت على الجانب الفلسطيني من المعبر الذي يشكل نقطة الدخول الرئيسية للوقود وشاحنات الغذاء غير عابئة بالمطالبات الدولية لها بفتح المعابر، ليظهر للعالم تجردها من الإنسانية عبر استخدام سلاح التجويع سلاحا ضد المدنيين في غزة. ويعيش سكان قطاع غزة واقعا مأساويا في ظل عدم توافر ملاذ آمن لهم في ظل الهجمات الإسرائيلية المستمرة، وطالبت العديد من المنظمات الدولية إسرائيل بتوفير ممرات آمنة وملاذات للسكان العزل. المزيد في هذا العرض مع محمد رضا. حرب إبادة، تهجير قسري، استهداف وضرب وقتل وتنكيل، هذا ما تفعله إسرائيل على مدار شهور أمام صمت دولي محير. وإن كان هناك تحرك ظاهري غير أنه لم يصل بعد إلى مرحلة الفعل، فلم يعد هناك ما يمكن أن يرى أو يحدث حتى تتحرك ضمائر العالم للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه النكراء في حق سكان القطاع المكلوم. إسرائيل وعلى مدار الشهور الماضية لم تتوقف عن نقل وتشريد الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه تارة، ومن جنوبه إلى منطقة المواصي وخان يونس وغيرها تارة أخرى، متحججة في ذلك أنها توفر مناطق آمنة للفلسطينيين النازحين من أماكنهم، غير أنه مع طلب النزوح الأخير من رفح الفلسطينية لم يعد هناك ملاذ آمن على حد وصف منظمات دولية التي أكدت أن الأيام الأخيرة شهدت عملية نزوح محفوفة بالمخاطر. المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان طلب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والجاد لإلزام إسرائيل بالتوقف عن ارتكاب جريمة التهجير القسري التي ترتكبها ضد سكان قطاع غزة على نحو منهجي وواسع النطاق وبنمط متكرر منذ 7 أكتوبر الماضي. كما أكد المرصد الأورو متوسطي أن عمليات النزوح القسري ما زالت مستمرة وسط ظروف صعبة للغاية، سواء في تأمين مكان للنزوح إليه حيث لا مكان آمن في القطاع، أو إيجاد خيمة يمكن أن تؤوي الأسرة النازحة، أو توفير وسائل نقل وتكاليف النزوح، مشيرة إلى أن أكثر من 700,000 شخص من رفح منذ أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر التهجير القسري الأخيرة في 6 مايو الجاري. حالة النزوح القسري التي تفرضها سلطات الاحتلال جعلت العديد من المنظمات والدول تطالب بتوفير ملاذ آمن للنازحين، خاصة وأن القصف المستمر يهدد بوقوع العديد من المجازر وعدم القدرة على تقديم الدعم والمساعدات لهم. المسؤولة البارزة في جهود الإغاثة بالأمم المتحدة إيدي موسورنو قالت إنه لا يوجد ما يكفي من الإمدادات والوقود للتوفير، مطالبة بوقف عمليات النزوح القسري في القطاع، مؤكدة أنه لم يعد هناك كلمات لوصف ما يحدث في غزة، لأن ما يحدث تخطى كونه جحيما يعيشه الفلسطينيون. وضع مأساوي وحياة محاطة بالموت في كل لحظة، بل في كل جزء من اللحظة يعيشها مئات الآلاف من الفلسطينيين أمام ممارسات وحشية من قبل عدو غاشم لا يعرف معنى الإنسانية ولا يكترث بأي أعراف دولية، واضعا الضمير الإنساني في مأزق كبير.
وتسبب عدوان جيش الاحتلال وغاراته المكثفة على قطاع غزة في نزوح البشر والحيوانات للهروب من آلة جيش الاحتلال والتي لا ترحم. ورفضت أسرة كانت تدير حديقة حيوان في مدينة رفح الفلسطينية النزوح إلا برفقة حيواناتهم حتى تحميهم من غارات الاحتلال. في خضم تصاعد حدة العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة وحالة النزوح المتواصلة لسكان القطاع بحثاً عن أي ملاذ آمن، أصرت أسرة صغيرة تدير حديقة حيوان في رفح الفلسطينية لمدة 24 عاماً على ألا تنزح دون القدر الأكبر من تلك المخلوقات التي لا ذنب لها أن تدفع ثمن الغارات الإسرائيلية الوحشية. تقريباً ما يعادل 7 أيام نحن نزحنا خان يونس. طبعا اخذنا اغلب في الحديقه وتم الاسود الكبار. طبعا ما قدرناش نجيبهم لانه صار امر خطير علينا كثير، انه يعني اليهود تقدموا كثير، فيعني ما رضيناش نخاطر انه احنا نجيبهم. طبعا بالناشد احنا في الصليب الاحمر، في الوكاله، في المؤسسات الدوليه، انهم لو يعملونا تنسيق انه احنا نحاول نجيب الاسود، لانه لو تمن من الجوع يعني عيموتن، من اللي ممكن قذايف، ممكن اشي زي هيك. الحيوانات الصغيرة استطاعت أن تستقر ولو لقليل من الوقت في مكان صغير بمدينة خان يونس بعد أن هربت مع مربيها من الصراع الذي يشتد في جنوب القطاع، إلى أن تداعيات الحصار لم تترك إنساناً أو حيواناً إلا وأثرت عليه بشكل مباشر، وهو ما تجلى تحديداً في أزمة الغذاء الحادة والجوع. احنا قاعدين منطعم في القرود وهذا جعانات، لانه من كل يوم الصبح منطعمهم لا بزيل لا حمص لا فول لا فاصوليا لا اي حاجه، عشان احنا كمان مش مدبرين لهم اكل، واحنا كمان لا الانسان احنا ان مش مدبرين كمان ان اكل، يعني بتمنى ان احنا ندبر لهم اكل. يعني هنا في الليل منعرفش ننام من صوت الزلال والطيران، في كمان ضرب في خان يونس شارد، يعني دمروا غزة كلها. احتلال لم يرحم إنسانا أو يشفق على حيوان، حيث دمر في طريقه كل ما طالته يداه وأصر بمنتهى القسوة على نسف كل صورة من صور الحياة. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المستشفيات داخل قطاع غزة، ما أدى إلى خروج أكثر من 80% من القطاع الصحي في غزة عن الخدمة تماما. المزيد في هذا العرض مع أحمد عيد. إليك أحمد. نعم داليا، ماذا يعني استهداف المستشفيات في القانون الدولي الإنساني؟ وماذا تفعل إسرائيل بالضبط في القطاع الصحي بغزة وفقا لضوابط القانون الدولي؟ بداية، تنص اتفاقية جنيف الرابعة في مادتها 18 على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الهجوم على المستشفيات أو استهدافها. ليس هذا فحسب، وإنما تلزم أي سلطة احتلال بحماية المستشفيات والعناية بالمرضى والجرحى. الجمعية العامة للأمم المتحدة هي الأخرى أقرت قراراً يفيد بأنه حتى المنطقة المحيطة بأي مستشفى لا ينبغي أن تكون هدفاً لأي عملية عسكرية، وإذا حدث عكس ذلك يكون بمثابة جريمة حرب. أما المادة 8 من ميثاق روما فتنص صراحة على أن أي توجيه أو للهجمات متعمدة على المستشفيات يعد جريمة حرب. ورغم كل هذا إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف على مناطق متفرقة في غزة، ما أدى إلى حدوث انهيار غير مسبوق للمنظومة الصحية بالقطاع وخروج أكثر من 80% من المستشفيات فيه عن الخدمة، في حين يعمل أقل من 60% بشكل جزئي، لتبقى فقط 3 مستشفيات هي التي تعمل بشكل كلي في كل قطاع غزة. ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين يقول إنه لا يخشى وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة إذا حدث توغل واسع النطاق في مدينة رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أن مستشفيات غزة تقترب من الانهيار الكامل بسبب استهداف إسرائيل المتعمد لها.
هناك تصريحات سابقة للناطق باسم منظمة الصحة العالمية قال فيها إن قوات الاحتلال تعمدت إحراق وتدمير أجزاء كبيرة من المجمع الطبي في شمال غزة لإخراجه عن الخدمة بشكل كامل، في حين أن ادعاءات الاحتلال باستهداف عناصر للفصائل داخل المجمع قد نفتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في مقال لها بقولها إن الأدلة الإسرائيلية لا تدعم ادعاءاتها بشأن استخدام حماس للمستشفيات لأغراض عسكرية، وهذا ما أكدته الفصائل الفلسطينية أيضا بأنه لا وجود لها داخل المستشفيات. لم تكتفي واشنطن بوست بتكذيب رواية إسرائيل حول استخدام حماس المستشفيات في غزة لأهداف عسكرية، إنما أوضحت أن إسرائيل قامت بتسعين حادثة موثقة لاستهداف المستشفيات في كل قطاع غزة منذ بدء الحرب عليه، بل إنها جعلت من المستشفيات هدفا رئيسيا لعملياتها العسكرية في غزة. وذكرت الصحيفة أيضا أن 32 من أصل 36 مستشفى في غزة تعرضت لأضرار كبيرة أو خرجت عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي المتعمد. ورغم الخروقات البينة والأدلة المؤكدة لحجم الجرائم الإسرائيلية بحق القطاع الصحي في غزة، إلا أن الاحتلال يواصل استهدافه للقطاع بالكامل بمدنييه ومرافقه ومستشفياته غير مبال بأين ستسقط الصواريخ من طائراته. هل على طفل وأمه يختبئان في ملجأ تابع للأمم المتحدة أم على مريض يتلقى علاجه في مستشفى؟ لكن يبدو أنه لا فرق بين أماكن من المفترض أنها آمنة بحكم القانون الدولي وأخرى تعتبرها إسرائيل مستباحة لجرائمها، فجرائم الاحتلال طالت كل شيء. كان هذا عرضا سريعا لأدلة جرائم الاحتلال بحق القطاع الصحي في قطاع غزة. والآن عودة للزميلة داليا أبو عميرة لاستكمال باقي ملفات النشرة. إليك داليا. شكرا أحمد على هذا العرض. الآن نتحول إلى تطورات الوضع في الضفة الغربية المحتلة. أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في محافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال حولت المدينة والمخيم إلى ثكنة عسكرية بمشاركة نحو 1500 جندي إسرائيلي، وأشارت إلى أن جنود الاحتلال يطلقون الرصاص على كل من يتحرك. وأضافت أن العملية الإسرائيلية أسفرت حتى الآن عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 12 آخرين، كما هدمت جرافات الاحتلال منزلا في مخيم جنين خلال استهدافها للبنية التحتية. مجزرة جديدة في مدينة جنين بالضفة الغربية، ليست في غزة هذه المرة لكنها في حق الشعب الفلسطيني. قوات الاحتلال تنفذ عملية توغل واسعة في مدينة ومخيم جنين أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين. ولم يكتف الاحتلال بتنفيذ مجازره في جنين التي راح ضحيتها أبرياء عزل، بل قام بتجريف وتدمير البنية التحتية لمعظم أنحاء المدينة والمخيم الفلسطيني. في جريمة جديدة تضاف لسجل طويل من جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بدوره، حذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا من خطورة استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، والتي كان آخرها ما يحدث في جنين، مطالباً دول العالم بالضغط على إسرائيل من أجل وقف مجازرها بحق الشعب الفلسطيني. المجزرة الإسرائيلية في جنين دفعت رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إلى وصفها بمذابح تصفوية تطهيرية
وعدوان وحشي يقترفه الاحتلال نتيجة صمت دولي كبير على الحكومة اليمينية المتطرفة، ونتيجة طبيعية للدعم والحماية الأمريكية التي توفرهما لها. من جهتها قالت إسرائيل إن العمليات العسكرية لجيش الاحتلال في مدينة ومخيم جنين سوف تستمر لعدة أيام للقضاء على ما أسمته جيوب المقاومة في المدينة من غزة إلى الضفة. تستمر المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين أينما كانوا، كما لو أنهم ليس لهم الحق في العيش بسلام كسائر شعوب الأرض. وفي ظل مباركة دولية للاحتلال من أجل الاستمرار في مجازره والتي لا تفرق بين سكان قطاع غزة أو الضفة الغربية. وعلى مدار عقود شهدت مدينة جنين بالضفة الغربية أحداثا مهمة لعبت فيها دورا بارزا في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتشهد المدينة الفلسطينية اليوم فصلا جديدا من فصول الاستهداف الإسرائيلي، وذلك بعد أن توغلت قوات الاحتلال في جميع أنحاء المخيم بهدف القضاء على المقاومة الفلسطينية. المزيد في هذا العرض مع مارينا المصري. أهلا بكم. على مدار أكثر من 70 عاماً مثلت مدينة جنين نقطة فاصلة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث ينظر إليها الاحتلال بأنها المعقل الرئيسي للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وبؤرة للفصائل التي يأتي في مقدمتها كتيبة جنين التابعة لحركة الجهاد الإسلامي وكتائب القدس التابعة لحركة فتح وبعض الكتائب التابعة لحركة حماس. تأسست مدينة جنين الفلسطينية عام 1953 شمال الضفة الغربية المحتلة لإيواء الفلسطينيين الذين نزحوا عن منازلهم عقب النكبة عام 1948، ليصبح المخيم واحداً من أصل 19 مخيماً للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، تأسست كلها في تلك الفترة. منذ ذلك الحين شهدت جنين أحداثاً مهمة لعبت دوراً بارزاً في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خلال العقود الأخيرة، ومن أبرز تلك الأحداث حصار إسرائيل للمخيم في إبريل عام 2002 إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وهو ما وصفه الرئيس الراحل ياسر عرفات بجنين جراد دلالة على صمود المخيم ونسبة إلى حصار ستالينغراد الروسية. في عام 2021 عادت جنين إلى الواجهة مرة أخرى في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك بعد ظهور حركة مقاومة جديدة تنتمي للفصائل الفلسطينية أطلق عليها اسم كتيبة جنين، والتي شكلت بهدف مقاومة الاحتلال في جنين وبعض المناطق في الضفة الغربية. إلى عام 2022 أصبحت جنين أحد الأهداف السياسية العملية لعملية كاسر الأمواج التي أطلقتها إسرائيل لوقف العمليات العسكرية التي تنفذها المقاومة ضد قوات الاحتلال، ما استدعى توغلاً إسرائيلياً كبيراً في المخيم الفلسطيني. في يوليو من عام 2023 أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية استهدف فيها مخيم جنين بهدف ردع المقاومة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية تحديداً في وسط والشمال، عملية تسببت في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين. واليوم تشهد جنين فصلاً جديداً من فصول الاستهداف الإسرائيلي للمدينة الفلسطينية، وذلك بعد أن توغلت قوات الاحتلال في جميع أنحاء المخيم بهدف القضاء على المقاومة، وهو المسعى الذي يقوم به الاحتلال منذ عقود وحتى الآن. رغم تنفيذ الاحتلال عشرات الاغتيالات واعتقال المئات من المقاومين في جنين، إلا أن المدينة الفلسطينية مثلت ولا تزال نقطة مهمة ورئيسية في مقاومة العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية التي تعاني أيضاً منذ 7 أكتوبر الماضي من عمليات عسكرية راح ضحيتها الآلاف من الشهداء والمصابين بالتوازي مع الحرب على قطاع غزة. الآن معنا من رام الله ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية. ولاء طبعا أهلا بك، آخر التحديثات ولاء، آخر التوغلات العسكرية والتصريحات الخارجة من حيث أنت. نعم أهلا بكم، نتحدث ما زالت الاشتباكات مستمرة ما بين مقاومين فلسطينيين وأيضا قوات الاحتلال، ما بين الحين والآخر تسمع
ذوي الانفجارات لغاية الآن، والتصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في أحياء متفرقة من مخيم جنين ومدينة جنين. نذكر من هذه الأحياء الهدف والدمج ودوار الحمامة وغيرها من الشوارع وأيضا الأزقة المزاحمة لمحيط مخيم جنين. ولا زالت جرافات الاحتلال تعمل على تخريب البنية التحتية لمدينة جنين ومخيم جنين وأيضا في محيط مستشفى جنين الحكومي، مما يقول دون إيصال المصابين إلى المستشفى، وذلك لإعاقة تحركاتهم. كانت قوات الاحتلال في وقت سابق أعاقت تحرك للمركبات الهلال الأحمر الفلسطيني ومنعت الطواقم الطبية من التواجد سواء في محيط المخيم أو حتى داخل المخيم. أيضا نتحدث عن بعض المركبات للطواقم الطبية تعرضت لاستهداف واضح من قبل قوات الاحتلال بوابل من الرصاص الحي. أيضا الصحفيين الذين يوثقون الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال داخل المخيم وفي محيطه، كان هناك استهداف للزميل عمر مناصرة وأيضا لجموع الصحفيين الذين تواجدوا في محيط هذا المكان لعدم نقلهم الصورة. أيضا كانت كتيبة جنين قالت أنه ضمن معركة طوفان الأقصى يواصل المجاهدين في كتيبة طول كرم الالتحام والتصدي لقوات الاحتلال في عدة محاور على أطراف المخيم. على ما يبدو أن هناك بشكل موازي ما بين كتيبة جنين وأيضا كتيبة طول كرم تصدي لقوات الاحتلال التي تبعث بتعزيزات بين الحين والآخر إلى مخيم جنين. إذن كتيبة جنين وكتيبة طول كرم الآن تلتحمان مع قوات الاحتلال في محيط مخيم جنين. أيضا نتحدث عن تحديثات لوزارة الصحة الفلسطينية التي قالت منذ الصباح وهي تتعامل مع المصابين التي تنقلهم بعض مركبات الإسعاف وأيضا المركبات التي تنقلها من المدنيين. تحدثت عن أن هناك 7 شهداء لغاية هذه اللحظات وأيضا هناك المزيد من الإصابات. قالت أنها تعاملت على الأقل 19 إصابة بين الرصاص الحي وأيضا في مناطق متعددة في أنحاء الجسد للمواطنين الفلسطينيين، البعض منها بحالة متوسطة البعض الآخر بحالة خطيرة جدا. نعم. نذكر أن العدد الإجمالي لشهداء الضفة الغربية والقدس ارتفع إلى 513 شهيدا منذ 7 أكتوبر. نعم، ولي أنا بشكرك شكرا جزيلا مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله ولائل سلامي. ختام هذه النشرة، ولم يتبقى سوى الا تذكرة بالعناوين. مصدر رفيع المستوى يؤكد أن احترام مصر لمعاهداتها الدولية لا يمنعها من الحفاظ على أمنها القومي وحقوق الشعب الفلسطيني. لينكن يؤكد أن إدارة بايدن لا تزال قلقة للغاية إزاء عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح الفلسطينية. والصحة العالمية تدعو الاحتلال الإسرائيلي لرفع القيود على إدخال المساعدات الطبية لقطاع غزة. ختام هذه الساعة الإخبارية، التغطية دائما متواصلة مع حضراتكم على شاشة القاهرة الإخبارية. إلى اللقاء.